إلى الرأي العام. نعيش هذه الأيام الذكرى الثانية للغزو التركي لمقاطعة عفرين التي كانت بلدا آمنا لمئات الآلاف من السوريين. هذه الحرب القذرة التي فرضتها الدولة التركية بقيادة رئيسها الإرهابي أردوغان في 20 كانون الثاني 2018، ومشاركة عشرات الآلاف من المرتزقة الإرهابيين على أهالي عفرين، حيث استخدمت في يومها الأول 72 طائرة حربية فقصفت المدنيين والمؤسسات والمستشفيات ودور العبادة والأماكن الأثرية، وارتكبت المجازر بحق الأطفال والنساء كمجزرة المعبطلي وجلبل وغيرها. إن هذا العدوان التركي وجرائمه بحق المدنيين في عفرين كان أمام أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي التزمت الصمت أمام هذا العدوان البربري. أبدت وحدات حماية الشعب والمرأة والقوى الثورية مقاومة بطولية لمدة 58 يوما، فسطرت ملحمة تاريخية حيث كبدت العدو التركي ومرتزقته خسائر فادحة رغم استخدامها كافة الأسلحة المتطورة في عدوانها. إن هذا الاحتلال قد تسبب في تهجير أكثر من 300,000 من المدنيين من قراهم إلى الشهباء وحلب. وبعد مرور عامين على الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين يشاهد العالم جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل التركي ومرتزقته بحق الأهالي، فعمليات القتل العمد والخطف والتعذيب بحق من تبقى من النساء والأطفال والشيوخ والشباب، ونهب وسرقة الممتلكات والآثار وحرق الغابات وقطع الأشجار وتدمير المزارات واتباع سياسة التغيير الديموغرافي بحق أبناء شعبنا في عفرين من خلال توطين أهالي الغوطة وإدلب وعوائل الجهاديين من جميع أنحاء العالم بدلا عنهم. هذه الجرائم أيضا مستمرة بحق أهلنا في الشهباء المحتلة. إننا في مجلس مقاطعة الشهباء وباسم أهلها احتضننا أهلنا من عفرين، ونحن معهم في الوقوف بوجه هذا العدوان حتى تحرير الشهباء وعفرين. وكما ندين ونستنكر استمرار الصمت الدولي على رأسها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تجاه الاحتلال التركي وجرائمه بحق أهالي عفرين والشهباء، وندعوهم للضغط على المحتل التركي للخروج من أراضينا المحتلة، كما ندعو الدولة السورية لاتخاذ خطوات تاريخية جريئة تجاه الحوار البناء مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للوصول إلى حل سياسي يكون من أولوياته تحرير كافة الشمال السوري من رس الاحتلال التركي ومرتزقته. عاشت مقاومة العصب، عاشت مقاومة الكرامة، عاشت الشهباء وعفرين حرة.